أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول صاحب الكبيرة هل يجيب على الأسئلة في القبر؟ نعم. يقول صاحب الكبيرة هل يجيب على الأسئلة في القبر؟ المؤمن يجيب، نعم يسأل، يعني جهده يمتحن في القبر. نعم، المؤمن والمنافق أيضا، المؤمن والمنافق كل منهم يمتحن في قبره. نعم، ولو كان عنده سبب يمتحن في قبره.